السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم أعزائي المتابعين؟ اليوم رجعت لكم بروتين جديد. حبيت أشارككم تجربتي في البقلة الهوائية. طبعا كلنا بنسمع عنها وحبيت يعني من كتر ما بسمع عنها أنها كويس حبيت أجربها، وهيك شوية روتين هيك خفيف. بدي أرتب هيك التلاجة وأمسحها أول بأول، هيك ما بدي أحس بالشغل والتعب. بالإضافة لذلك راح أعمل هيك أكلة حلوة هيك خفيفة، راح أعمل البسبوسة أو إحنا بنسميها النمورة أو الهريسة حسب تسمية كل بلد، ورايحة أطبخ ومقلوبة. رايحة أستغل المقلة الهوائية إني أحاول أجرب أقلي فيها. طبعا بما أنه كل المكونات الموجودة فيها مقلية مثل البطاطا مثل الباذنجان، رايحة أجرب المقلة الهوائية وراح أحكي لكم بصراحة رأيي. راح نرجع لهون للدجاج بعد ما إنها تدبلت، بعد ما إنها أخذت لون ذهبي حلو، رايحين نضيف عليها المية المغلية. طبعا هون رجعنا للمقلاب، يعني اللي رايحين نعمله رايحين نقطع البطاطس بالشكل اللي انتم بتحبوه. طبعا بما انها للطبيخ رايحة تقطعها بشكل دوائر وحط عليها رشة زيت، لانه انا ما بدي اياها تكون ناشفة بالمرة من الزيت، بس راح يكون في فرق كبير بين ما اننا نقليها في الزيت الغميق وبين ما اننا نحطها في المقلاة الهوائية. يعني مش راح تاخذ معانا، يعني خليهم ياخذوا معانا ملعقة كبيرة. انا حطيت عليهم بما مقداره ملعقة كبيرة من الزيت، وراح ارجع احطها في المقلاة. راح احطها لمدة 25 دقيقة على درجة حرارة 200، وطبعا انتم بتتحكموا في درجة الحرارة وفي الوقت اللي بدكم تحطوه فيها حسب الاشي. طبعا كل اشي بياخد وقت شكل. وهون الدجاج صار عندي جاهز لحتى اضيف عليه مي مغلية. انا بحب اني اضيف مي مغلية ما اغير من درجة حرارة الدجاج، يعني بعد ما انه اتطبخ في الزيت والبصل واروح احط عليه مي باردة عشان ما تتغير طعمته مثل ما انتم كلكم بتعرفوا. وبهاي الاثناء بحب اضيف الورق الغار فريش، طبعا طازة طبيعي من عندي من البيت، بيعطي طعم ونكهة غير شكل. هون المي من الكتل رايح اضيف عليه مي مغلية، اغمره طبعا ورايح اتركه لحد ما انه يستوي بشكل كامل. بالنسبة للدجاج رايحة أطلعه من الطنجرة، بس للأسف ما صورتها، رجعته في المقلاة الهوائية. اللي بدي أحكي لكم إياه إنه الدجاج في المقلاة الهوائية كان رائع جدا، طلع معاي محمر لونه حلو وطعمه كتير كتير طيب. وطبعا بهاي الأثناء بنملح وبنحط المنكهات اللي إحنا بنحبها. طيب جينا لحد اللي عند الباذنجان، هون عملته يعني كما هو معروف ضروري انه ينغسل ويتقطع، يتقطع وينغسل ويتملح وينترك لحتى ما انه ياخذ يعني زيت كثير. مجبورة كل شوي اني اسكر باب الثلاجة وارجع افتحه، لانه كما بتعرفوا كلكم الثلاجات الحديثة بعد ما تضيم دقائق بسيطة بتصير تزمر وتطلع صوت، فكنت مجبورة اني كل شوي افتح الثلاجة واسكرها. بصراحة انا ما بحب اطفيها بالمرة لانها رايحة تاخذ تستهلك كهرباء كثير اني اطفيها وارجع اشغلها كمان مرة، وكمان مو كويس للموتور الثلاجة انه نضلنا نشغله ونطفيه. هون رجعت طبعا طلعت كل الاشياء، بحب اني افضيها بشكل كامل. عندي سلات تنظيم الاكل الخضار، بحب احط الخضار من فوق، والوسط بحب اني احط فيه الاشياء اللي بتكون مرتفعة شوي مثل بريق المية او العلب الكبيرة وهيك اشياء، وبحب اخلي دايما الرف القريب من الجوارير تحط فيه مية. طبعا طلعتهم كلهم مسحت ورجعتهم. طيب نرجع للمقلاة الهوائية، عندنا اذا ملاحظين مع البطاطس اخذت معي لون احمر وحلو وطبعا ناضجة بشكل كامل. بدي احكي لكم انها لقل البطاطس من اروع ما يمكن كانت، وهاي النتيجة امام عينيكم. وهون بطلعها وبتركها لحتى تكون جاهزة ادخلها، هون بحاول افرجيكم انه شو انها حلوة. طيب هون طبعا راح اتبل الباذنجان بزيت كثير، بس للصراحة يعني راح احكي لكم انه خيبت املي بالنسبة للباذنجان، لانه طلع معي مجلد وما اتحمر وطعمه يعني مش بكل ما ولا بد، يعني خلينا نحكي انه مش ناجحة مع الباذنجان، وانا سمعت كذا حدا حكى نفس الكلام. وجولة سريعة في الحديقة هون علشان حبيت اني اطلع واجيب شغلات هيك لاضيفها على السلطة. رايحة القط فلفل اخضر وليمون
وكمان نعناع لحتى أضيفهم على السلطة. هون حبيت بس أفرجيكم غير هيك جو المطبخ وجو الطبيخ، وأفرجيكم شو إنه حلو الواحد يكون عنده زارع كل إشي بالبيت محتاجه، ما يضطر إنه يطلع ويجيبه من برا، بكفي إنه هذا الإشي بيريح النفسية، وحلو كثير إنك تكون زارع الإشي بالبيت. بحب كثير الفلفل الأحمر، بحب إني أقطفه يعني أخليه على الأم لحد ما يصير لونه أحمر، وأطحنه لحد يصير شطة. بس هون يعني هون أنا قطفته ويعني كنت بالأول إني مفكر إني أحط منه على المقلوب، بعدين حسيت إنه ممكن يطلع حار جدا لأنه هذا الفلفل جدا حرقته عالية، فرجعت قررت إني أضيف فلفل أحمر اللي راح تشوفوه كمان شوي اللي بيجي حبته كثير صغيرة. وطبعا السلطة بدون ليمون ما بتزبط، لهيك رايحة أقطف كم حبة ليمون كمان، لسه الليمون أخضر وبده وقت يعني هالفترة، لسه بيكون المي حتى فيه بتكون قليل، العصير بيكون موجود في الليمون بتكون بنسبته قليلة، فعلشان هيك أنا بحاول إني أسقي بشكل منتظم، في المنتظم هذا كثير بيساعد إنه الحب يطلع معانا حبته منيحة وناجحة ومليان عصير. الليمون عندي وهنا عفوا رايحة أقطف كمان نعنع كمان لأنه بيعطي طعم كتير كتير طيب للسلطة، بحب إني ألقط على قدر حاجتي. النعنع لما ينترك فترة بتروح ريحته الحلوة ونكهته الحلوة اللي بيضفيها على السلطة وعلى الأكل وحتى على المحاشي. لكن أنا بقطف بس حاجتي وبترك الباقي على أساس إني أستخدمه لما بدي إياه. وهيك صارت خضرتنا جاهزة لحتى إن نرجع ونكمل شغلنا في المطبخ. ما في أحلى من الطبيعة، شو رأيكم بالطبيعة؟ شوف الخضار ما أحلى، بريح النفسية بريح العين. نعم يا ماما. يا ماما صحيح. هون الفلفل اللي حكيت لكم عنه الفلفل الأحمر، رايحة أقطف فلفل أحمر لهذا اللي رايحة أضيف منه على المقلوبة، مش رايحة أفرمه ولا إيش، رايحة أحطه مثل ما هو لحتى ما تنزل الحروقة الموجودة فيه في الأكلة، وإنما اللي بيحب يعني إنه بياكل فلفل حار بياخذ الحبه مثل ما هي من الطبخه وبحطها بصحنه وبياكلها. طيب هلا رجعنا لموضوع الباذنجان. مثل ما حكيت لكم انها خيبت املي بصراحه وطلع معي مجلد وما كان ما كان ناجح الباذنجان في المقلاه الهوائيه، فهون قررت اني بصراحه يعني ما كملت طبخه او ما كملت القلي في المقلاه الهوائيه، كنت حطيته في الزيت لحتى اقليه ويعطيه اللون اللي انا متعود عليه او احنا متعودين عليه. وهون اجت المرحله اللي رايحين نطبق فيها المقلوبه. بامكانكم انكم ما تحطوا رشه الرز هاي بما انها بالفنجره جرانيه، بصراحه انا تندمت اني حطيتها، يعني لو اني حطيت حبات الثوم والفلفل الاحمر وبلشت ارص في الباذنجان والبطاطس كان حسيت انه كان ممكن احسن، لانه فيما بعد حسيت انه طفقه الطبخه في الطنجرة من تحت، في حين انه انا مرة طبختها من غير ما احط الرز من تحت طلعت معي الطبقة كاملة، فانا بحكي لكم ما تحطوا الرز من تحت. ورايح اضيف يعني انتوا رتبوها مثل ما بتحبوا، بدكم تحطوا الباذنجان اول بتحطوا البطاطس الاول، انا بالنسبة لي بحط باذنجان وبطاطس وبحط الدجاج وبعدين اخر شيء بضيف الرز. ولكن وعلى ما يبدو كالعادة نسيت اني اصور المرحلة من حتى النهاية، طبعا ضفت الفلفل الاحمر. واخر شيء بنضيف البهار الفلفل الاسود والكركم بيعطي لون كتير وحلو ونكهه. بحب انا اخر شيء اني اضيف احط صحن طبق يعني علشان يضل شكل هيك المقلوبه عندي مرتب وما تتخربط ويصير شكلها مش حلو، لانها اصلها انها مقلوبه تكون الطبقات فيها واضحه ومبينه، وبضيف عليها مي طبعا ضروري ان نغمرها. وطبعا السلطة لا غنى عنها، وهي الليمون اللي عصرناه رايحين نضيفه على السلطة لحتى تكون معانا جاهزة، اللي عليها نعناع وعليها هيك شوية صغيرة حطيت عليها فلفل حار وراح نملحها، وهيك صارت معانا جاهزة لحتى انه نقدمها. طيب وطبختنا هيك صارت جاهزة معانا، شوفوا معاي ما شاء الله كانت من أنجح ما يمكن، يعني الرز مفلفل وماخذ لون حلو كتير ونكهته وطعمه كتير من أطيب ما يمكن. يعني مثل ما حكيت لكم المقلاة الهوائية كانت ناجحة بس في البطاطس، أما الباذنجان بصراحة لا، والدجاج كانت من أروع ما يمكن كمان.
بس نسيت اصور لكم اياها في الايام القادمه ان شاء الله راح اجرب لكم اياها في شغلات ثانيه. وهيك المقلوبه معنا تبعتنا صارت جاهزه، شوفوا مع احلاها. طبعا لو بدكم اياها تطلع معاكم طبقه كامله يعني مثل الكعكه، بدكم تتركوها في الطنجره لمده لا تقل عن ربع ساعه. بس طبعا انا لانه كنت مستعجل كانوا يعني كنت خلاص بدي اغدي العيلتي، كانوا بدهم يتغدوا، فانا قلبتها على طول مباشره. وبصراحه زكاتها يعني المقلوبه انها تكون سخنه يعني على طول تنقلب وناكلها على طول. بس حبيت افرجيكم شو انه الرز كان طلع معاي فلفل لونه حلو وريحته من احلى ما يمكن. بالنسبة لهاي النمورة مقاديرها كالتالي، عبارة عن كوبين من السميد وكوب من جوز الهند بالإضافة لكوب لبن ونص كوب سمنة أو أكثر من نص كوب بشوي كمان، يعني لو نص كوب نضيف على زيادة عليه ملعقتين كبار، بالإضافة إلى بكيات بيكنج باودر ورشة ملح ونص كوب من السكر. رايحين نبس المكونات الجافة بنص كوب من السمنة، ورايحين نضيف بعد هيك المكونات السائلة اللي هي اللبن والزيت. وطبعا الأهم من هذا كله إنه ما تخلطوا ولا تبسوا كتير، كله راح يكون بسرعة لأنه كل ما بدناش نطلع الجلوتين الموجود علشان تطلع معانا هيك السميد كل حبة بحبتها تطلع طعمها معانا زاكي، يعني الطعم اللي هو المفروض انه يطلع بالهريسه وللنموره. نهاية الفيديو بتمنى يكون الفيديو نال على اعجابكم، بتمنى انكم ما تنسوني من اللايك وشير سبسكرايب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، بتمنى لكم نهار سعيد والى اللقاء. بس شوف هذا اللي من تحت حلو ذهبي، لا لا طبعا انت هتصور ذهب. واو شايف القطر منيح. خلاص لايك شو مستنى مساج